اخ اخ كثير موجوع يا بلال. بعدك موجوع؟ ايه كثير موجوع. شو بدنا نعمل؟ بعد نص ساعة موعدك، بتتحمل؟ طيب. فيك تتحمل؟ يلا بشرب لي سيجارة. سيجارة؟ بعدك ما خلصت منها؟ ايه والله شو بدي اعمل؟ بدنا نضيع وقت. يلا ماشي. الله يريحك منا على السيجارة. شو بدنا نعمل؟ بعد نص ساعة. موضوع صعبة شو مش عارف شو يلا شو روح كيف حاكي معنا روح إذا خلصت قبل باكي فوتتك طيب يلا يلا روح امشي قول يا رب وجع وجع قوي كثير يا بلال ياب ليك هي عملت لي أول جلسة هي قالت لي إنه بدك تمشي لأنه صحتي العصر بس هلا كثير موجوع يا زلمة منيح اللي راح ترش الراسه ما اشتغل الدكاترة يعني ايه لا شاطرة وإيدها خفيفة ويعني عندها طريقة هيك بتريح المريض وجع وجع كتير قوي يلا أنا وصلنا وجع كتير دكتورة سعيد سعد دكتورة سعيد سعد كأنها دكتورة مثل الدكاترة ها والله كثير موجوع يا بلال موجوع كثير والله وصلنا يلا هيا أنا وصلنا ليك وصلنا ها يلا يلا يا حمزة سعيدي مرحبا عمو مين الدكتور اللي موجود دكتورة سعاد او سعيد او سعاد سعاد وحياتك بلغيها انه عن... طيب اوكي ماشي تفضل بس كمان تعطيني هالورقه بلغيها لو سمحتي انه انا موجود قولي لها المريض سعيد اللي اجى تفضل ارتاح بس لا احكي يا الله الحمد لله الحمد لله بس وجع كثير يا بلال وجع كثير هو وجع السنه مسيو سعيد تفضل اذا بتريد Love them.